احنا بنتساءل عن الحتة دي صح، فلسه مش عارفين لونها ايه. عندنا نسيبها بقى، لانه بلاش يعني مش لازم الاجابة تكون سريعة، يعني لا تستيم. النقلة ما بين الإيد الشمال للإيد اليمين، علشان الأخت دي عندها حالة سلطوية رائعة بتمارسها على التلقائية بتاعت الإيد الشمال، على أساس إنه بصي أنتي بطيئة، لا كده خرجت عن الخط، لا الحتة دي أكاديميا مش صح كده، يعني ده صوت التلقين، ده الحتة كلها اللي هي دي، فاهم؟ اللي هي المعطوبة دي، فاهم؟ كل ده، فاهم؟ يعني حتى الغدة دي، فاهم؟ حتى اللوز، الغدة تحت اللسان، انا عندي scars here، واحدة من الزايدة وواحدة من المرارة، فاهم؟ كل ما تنزل تحت تلاقي انه مثلا الركبة بتاعت الجهة اليمين فيها خريطة اصابات حرب. كل الجهة اليمين دي حبيبتي مورس عليها قمع خرافي خرافي. فلما القمع الخارجي مشي، ها بدأت تمارسه علينا على الجسد، اللي هو بصي خلاص احنا عملنا، عايزين نلعب بدي خلاص تعبانة مستهلكة معطوبة، ها فدي بتشتغل براحتها، يعني عارف تيجي تعمل كده، تيجي تعمل كده، دي بقى تقول لك لا اصل انت بطيئة. الحتة دي عنيفة، فيها tough love. لا مش مهم انا واخدها منين، انا بس بدي انطباع، تقرير على اللي بيحصل، ما فيش اي نوع من انواع الرأي اثناء الحركة. طبعا المعرفة بتاعت لغة الجسد مش موجودة إلا من الجسد، يعني هو اللي حبيبي حيدخلك الفصل ويجلسك أول واحد، ويكون يعني تعرفي one on one كذا، يعني درس خصوصي، فما فيهوش الفصل ده ما فيهوش حد غيرك حبيبتي، ها وهو يجي يقول لك بصي انا دي لغتي، انا بقول كده، احيانا ده بيبقى صوتي، احيانا دي بتبقى اكس ودي تبقى، فاهم؟ يعني حتى الابجدية حقته، ها هو اللي حيقولها لك. وكل ده بيحصل لما الحتة اللي لقنت اللغة خارجة عن لغة الجسد، حتة التي تلق يعني برمجت وتربت على الغالي، يعني ها تلتزم الصمت. يعني بصي حبيبتي مصري كده 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 دي ما بتشوفش، فاهمة؟ فتغضيها عادي جدا، انت لو فتحتي دي كأنك مش مفتحة، صح؟ طيب يبقى غضيها خالص،
بيحصل بقى انك مصممة تفتحيها، هي ما بتشوفش، فاهمة؟ وبتزق طول الوقت على اللي هناك، بتقول لها بصي احنا عايزين نيجي هنا. طب ما انت مش شايفة، احنا شايفين خلاص عرفنا، بس دي بصي دي السعفة بتاعت الشجرة، يعني عايزة تروحي هناك ازاي؟ ما هي مش شايفة، هي شايفة حد بيشاور لها، هو طاير والسعفة عمالة تعمل كده، فتقول لك ايه تعال نروح هناك. عماما ما تعال نروح هناك فين، فاهم؟ فبما انه انت مش شايفة ها، ابقى اقفليها عادي جدا، حالة صمت، غض البصر، لما زي غلقي الابواب، كل الحتة دي ها معاش مبكر، اي بزرميت. يعني نشكركم، اللي هو السيد صالح بيقول لك نحن نشكر الظروف. هي لعبة كبيرة اللي احنا بنلعبها دي. I'm a guy that can get things, right? You might do business on a board. I want to carve the pieces myself. One side in alabaster, the opposing side in soapstone. What do you think? I think it'll take years. The years I got, when I don't have the rocks. Pickings are pretty slim in the yard. Pebbles, mostly. And we get a good time. Friends, right? Yeah, I guess. Ask you something. What'd you do? الحتة دي ظاهريا، الحتة دي ظاهريا اختلفت عليا، فاهم؟ يعني ذاكرتي البصرية ها مش فاكرة انه انا شكلي كده. لو صحيت الصبح لقيت الخطوط دي وبقي عامل كده، وهنا في ألم طول الوقت وحرارة وهرش، الحتة دي كلها ها لحد الوقت. بص تعمل كده تلاقي الدنيا سخنة هنا فيك. اوكي الحتة دي ما عرفهاش اول مرة اشوفها، ها؟ فبيحصل ليه؟ الجهة اليمنى تقول بصي حبيبتي حطي زيت، بطلي تشربي سجاير، عودي فرشي في سنانك، روحي الدكتور شوفي ايه فيه، عارف؟ نعم. المشاهدة والملحوظة التي اظهرها الجسد، فاهم؟ ها؟ ما كانت تستدعي كل هذا الدراما خالص. هو كان بيقول لك بصي ده مش شكلنا، مين البت دي؟ ايه ده؟ ها؟ فلو لو لو الجهه اليمين اصلا، فاهم كيف؟ كانت ساكته غمضه، يعني غض البصر، مغلق الابواب، في حاله كده ايه مدلدله رجليها وقعدت تشمس، لانه خلاص معاش مبكر بقى، فاهم؟ وسابت الحته الحلوه دي تقول لك الله بص خريطه الجسد، بص الجمال. عارفه يعني ايه توتا؟ انه كل حته من دي قصه، وكل يعني بصي يلا وحبيهم بقى، حبيهم عشان دول اللي جابونا هنا، ها؟ طبطبي عليهم وقولي لهم شكرا. عارفه ازاي؟ ها ما يهمناش هو ايه، صح؟ وما تنشغليش تصلحي اللي انت مش عارفاه، فاهمة ازاي؟ انت طبطبي عليه بس، هو مش عايز حاجة غير كده، عارفة ازاي؟ وخلاص. العنف، فاهمة ازاي؟ صوت الخبط ده، فاهمة ازاي؟ فكرك انه الحتة دي اتخبطت، صح؟ خلاص يبقى ما تعرضيش نفسك بنفسك للصوت العالي،
كل ما حاجة حادة بتحصل من العالم الخارجي بتنكش فيكي حاجة، فاهمة؟ فجسدك بيقولك طيب يلا بلاش الحتة دي وانسحاب بقى، علشان اتنكشنا في غير محلي. يعني ما ينفع اكون واقفة استنى الكاشير يجي دوري ادفع واخرج، فاهم كيف؟ ومش قادرة استحمل بطء بابا اللي قدامي، راجل عجوز ولغة غير اللغة، وهو حرام مش متعود على الكمبيوتر مثلا، يعني عنده 500 حاجة بتاعته، فاهم؟ فانا يعني حاقدة عليه، يعني انت معطلني، اللي هو انا ورايا ديوانية. وقفتك انتظارك على الكاشير بتذكرك بايش؟ ما يهم. بتتصرف ازاي هو المهم. الكائن اللي قدامك، الكتلة اللي قدامك هذه ما لها اي دعوة باللي بيحصل جوتك، ما هم مش مصروفين لك، فاهم ازاي؟ كما تحترمين جسدك احترمي جسد الاخرين. فلو اتنكشتي اعتذري وانسحبي، فاهمة ازاي؟ لانه احد حبيب القلب مثلا، غير كده انه اصلا استأذني هذا الجسد قبل الخروج. يعني صحيت الصبح عايزة بس تتحركي، لا له سبب خالص خالص، غير انك انت بصي سمعتي همهمة في ودنك فقلتي مثلا نرقص نبدأ الدنيا كده، صح؟ نرقص يعني حركة، فروحتي ايه قلتي اروح البقالة، right now قررتي تروح البقالة عشان تعملي ده كله، انك تتحركي وانت بتهمهمي الاغنية دي. ناو اول ما خرجتي من بيتك، فاهمة كيف؟ صار في عالمين ماشيين مع بعض، عالم الهمهمة اللي انت والرقص اللي انت تعتقدين، يعني انت ماشية قدام الناس شكلك ماشية، بس انت في عالمك الداخلي بتسمع الاغنية ها وبترقصي، صح؟ طيب بقى انت ماشية في عالمين، صح؟ وليه كده عاملة كده؟ اهو ما هو عبال الطاقة اللي بيخرجها كثير، شجرة طول الوقت شجرة، فهذا انفجار نووي ومعروف. فاحترام الجسد، احترام الجسد انه ايه لما تبقي عايزة تعملي حاجة، فاهمة ازاي؟ اعمليها على طول، فاهمة كيف؟ لكن لو وقفتي وقلتي اصلا انا ابغى اعمل كذا وبس، يعني مالي نفس البس العباية، ابغى اخرج بهذا اللبس، ما دام تساءلتي هذه كل الافكار دي جات في دماغك، وانا ما احب العباية وش تعقيد ده، وانا الاشي اللي رجعني جدا، وكل ده ما دام ده كله حصل يبقى انت ما انت قادرة تخرجي، فلا تخرجي. يعني لانه كده الطاقة زيادة، كده الطاقة زيادة حبيبة قلبي.